شقة مش قد كده. مرمى قدام هيبقى عندي شقة أحلى من كده. يا خبر، أمال اللي قد كده يبقى إيه؟ دي الواحدة تتمنى تعيش في شقة زي دي. لو كنت عايزاها اتفضلي. يا خبر، ميرسي أوي. على إيه؟ على بكرة. أوكي. وهتنزلي بكرة الساعة 11 ورا سانسيسور عن ساحة الفنانين، هتلاقيني مستنياك. داكار. من الأفلام العربية المصرية الممنوعة من العرض واللي رفعت شعار للكبار في فيلم اتعمد المبالغة في المشاهد الجريئة لدرجة الإسهال. بتدور أحداث الفيلم على حرب الجواسيس عن قصة حقيقية من أحد ملفات المخابرات العامة المصرية، الجاسوسة الحسناء واللي بتجسد دورها مديحة كامل والاسم الحقيقي هبة سليم أو عبلة كامل. وبتدور الأحداث إن بتسافر عبلة كامل لفرنسا وبيجندها المصادر الإسرائيلي بحجة العمل كصحفية، ومع مرور الوقت بتعرف حقيقة الأمر، وده بعد ما تورطت وحكم الخناق عليها، وبعد كده بتجند خطيبها الضابط المهندس بالجيش المصري، لكن بيرصد جهاز المخابرات المصري الامر وبيكلف الضابط خالد سليمان القبض عليها وترحيلها لمصر. فيلم الصعود للهويه بطوله محمود ياسين ومديحه كامل وجمال راتب وابراهيم خان وايمان وعماد حمدي. الفيلم من انتاج سنه 1978. دفعه اولى دولارات.